مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين ليقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. ها هي البداية إذن. أوريب، موسى سيسوكو، بين ديفيس، وينت، كرة على الجانب، أوريب، داني إنكس، سون هيونغ مين، لمسة بينية، كرة طولية من الحارس، حاول أنه يجرب حبه مرة أخرى. حارس كبير يثبت أنه حارس كألف، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. سون هيونغ مين يحاول تمريرها من بين المدافعين، تلعب الكرة إلى الأمام، بيرتراند، ضغط قوي وينجح في استعادتها، فرصة خطيرة، شين لونغ، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. يضع الحكم يده في جيبه من أجل إخراج بطاقة صفراء. أوريب يحاول أن يلعب كرة بينية، يستعيدها أوريب، أوريب تدخل في توقيت رائع جدا، كرة كانت ستشكل خطرا على مرمى فريقه. الكرة ملعوبة من مسافة، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لوكاس مورا، كرة بينية سيئة لم تكن بالشكل المطلوب، يلعبها لمنطقة الخطر، تسديدة من إنكس، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى.
يلعبون ركنية قصيرة، يلعب كرة عرضية إلى القائم البعيد. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يحاول لعب الكرة بالرأس، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. بين ديفيس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كرة طولية إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة إلى الأمام، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. إنقاذ رائع غير عادي بحارس المرمى. تصدي غير عادي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. موسى سيسوكو. بين ديفيس يبحث عن المهاجم، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هاري كين، كرة طويلة للأمام. نهاية 45 دقيقة أولى. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين. بعد الشوط الأول كانت الكلمة فيه للدفاع. والكر بيترز، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. بين ديفيس، الكرة ملعوبة من مسافة. هيونغ مين سون، أوريب ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة طولية إلى الأمام، فرصة هجوم معاكس، يعدي إلى منطقة الجزاء. تسديدة من إنكس، بين ديفيس ينجح في قطع الكرة. والآن عملية تغيير.
موسى سيسوكو. وتأكل قوي. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. تلعب الكرة إلى الأمام، كرة ملعوبة إلى هاري كين. والكر بيترز يلعبها طولية، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يلعبها لمنطقة الخطر، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. موسى سيسوكو. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة طويلة إلى الأمام. علي موسى سيسوكو يلعب كرة بينية، يلعبها طولية. كرة طويلة للأمام، كرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية طويلة، يستعيد الكرة مرة أخرى. علي يمر ويلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. هيونغ مين سون يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. لوكاس مورا يلعب كرة طولية إلى الأمام، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. بعد ذلك الأداء المميز بدفاع الفريقين، أعتقد أنهم يستحقون الثناء كثيرا على ما قدموه هؤلاء النجوم، أو هذه الصخور إذا صح التعبير. يا إلهي، يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. بعد أن انتهت مباراة الليلة، نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في مباريات القادمة. شكرا لكم على المتابعة والحضور سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء.